السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي الكيكة الباردة على طريقتي. أنا أسويها بهذه الطريقة، فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. المواد اللي أحتاجها هاليوم للكيكة الباردة، أحتاج لها بسكت المتوفر عندكم، إذا كان مربعات أو مستطيل أو دائري اللي متوفر عندكم. أحتاج لها كريمة الخفق، إذا ما متوفر عندكم كريمة الخفق تقدرون تستعيضون عنها بكريم شانتيه. أحتاج 4 قلاصات فانيل بودينج، وإذا ما متوفر أيضا الفانيل بودينج تقدرون تسوون الكاسترد وتخلوه يبرد، بعدين تضيفوه للكريمة كريمة الخفق. أحتاج موز عدد من 1 إلى 2 حسب حجم القالب. أحتاج أي نوع متوفر عندكم فاكهة، يعني لا تتقيدون بالنوع اللي أنا راح أستعمله، يعني يرهم ويا الخوخ، المشمش، أي فاكهة، بطيخ، أي فاكهة يعني تصير وياها. احتاج حليب اغمس بالبسكت، راح اغمس البسكت بالحليب واصفه عندي القالب الموجود. كله اغمسه بالحليب واخليه. بعد ما انتهيت من صف البسكت بالقالب راح اتركه على جهة. اخذ كريمة الخفق مثل ما قلت، إذا ما متوفر عندكم كريمة الخفق تستعيضون عنها بالكريم شانتيه، وهنا الفانيلي كريم إذا ما متوفر أيضا تقدرون تسوون كاستر وتخلوه يبرد بعدين تستعملوه. أفرغ الـ4 علب اللي عندي، 4 قلاصات اللي موجودة عندي. بعد ما فرغت الفانيلي كريم على كريمة الخفق اللي عندي راح اخلطهم مع بعض. بعد ما وضعت الكريمة راح ابدي احط الفاكهة مثل ما قلت، اي نوع فاكهة متوفر عندكم مو شرط، يعني لا تلتزمون. اصف الفاكهة كلها، بعدين اخذ الموز ايضا اصفه هكذا. انتهيت من الموز وراح ابدي اسوي طبقة اللخة بالبسكت، ايضا اغمسها بالحليب ونفس الشي. هكذا انتهيت من الطبقة الثانية من البسكت، راح اضيف اخر طبقة من الكريمة. وأعدلها كلها الكريمة عليها، أوزعها بالتساوي. إن أقدر أزينها أيضا بالفاكهة اللي متوفر، الفاكهة اللي متوفرة أقدر أخلي طبقة لخة من الموز إذا حسب الرغبة هي. طبقة أخرى من الموز، هكذا انتهيت منها. وهسه راح أتركها بالثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتماسك، وبعدين راح أقدمها. حبايبي، هو هذا شكلي النهائي والأخير للكيكة الباردة اللي سويتها. أتمنى تعجبكم وتجربوها، وألف عافية، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.